مين عندك أهم، الشعب ولا الحكومة؟ سبحان الله. هو مين أهم صحيح؟ هو مفيش حاجة أهم من الشعب. الشعب. وبعدين أنت تشوف حضرتك في 30 يونيو يعني حصل شيء جميل جدا، إن الناس كلها طلعت جميع الطبقات. يعني إيه؟ طبعا الطبقة الشعبية اللذيذة الجميلة دي اللي هي على طول لا أصل كل حاجة، ونزل بقى الفي آي بي، الهوانم الهوانم والبهوات والبتاع. يعني أنا بقيت حاسس إن الناس رايحين فرح، رايحين عرس. يعني منظر طبعا الشانزل لما مسكت العالم معهم في البلكونة وهم ماشيين، وهم ماشيين تحت شكلهم كان يجنن. يعني غير 25 يناير يعني. طب ما كنتش غيران وقلت طب والله لا نازل؟ لا ماما ولادنا بقى ينزلوا. ما نزل الدلال ونزلت والبناء ودنيا نزلت وامي نزلت حقيقة. بس برضو بقيت خايف لا يحصل حاجة، بس الحمد لله كان منظر جميل. والليزر ده كان في المجمع، الليزر المعمول على المجمع ده خلاص يعتبر ده برضو مشهد دخل التاريخ، ده مشهد المجمع بالزبط. وبرضو الأستاذ وحيد حامد قال لك لما 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 الأستاذ وحيد حامد لما تنبأ الإرهاب والكباب في المكان، فكان كانت ثورة تحس إن مصر كلها طلعت. يعني وطالعين مش بيعملوا يعني ما بيزعقوش ولا بيكسروا حاجة، بحب بالظبط طالعين. هم طالعين بيحبوا بعض كلهم. فريق السيسي قال لم يجد الشعب المصري من يحنو عليه، كان رأيك ايه في الجملة دي؟ ايه؟ قال لم يجد الشعب المصري من يحنو عليه. ممكن ممكن كانت كلمته وقت 30 يوم. هو احسن كلمة كمان، هو ست الفريق طبعا الكلام مش هيكفيه مهما نتكلم، نقعد نتكلم للصبح يعني. بس سمعت كلمة من الأستاذ مفيد فوزي جميلة جدا لما حد سأله على ست الفريق، قال له تشعر بكلامه بمجرد ما يتكلم تشعر بالأمل. جملة خطيرة جدا يعني، قعدت أفكر فيها ان واحد قائد يكلمك يروح بيديلك الامل والثقه، امل وثقه، فده اللي طمن الناس الحقيقه وخلاهم. هو ده اللي الناس كانت اصلا بتدور عليه، وفشل الدكتور مرسي في ان هو يقدم جزء منه للناس. اسمح لي اطلع لفاصل ونرجع نكمل معاك. مش هسيبك اوصلك، مش هسيبك ترى، وهنروح سوا الفاصل ونرجع لو سمحت مع بعض بعد اذنكم. احنا رايحين الفاصل انا والاستاذ سمير بعربيتي. بعربيتك اوكي، مش هتضحك، خلي الوسط عبد ينزل.